هو كان توجيه السيد الوزير، توجيه السيد عمل لقاءات مع الضباط وقعدنا مع القيادات المديريه والضباط المديريه، وتم عرض كافه الملفات الامنيه خاصه بحفظ الارضيه، وتم مناقشتها ومراجعتها، وتم تغيير الخطه الامنيه بالكامل بعد توجيه السيد الوزير. واحنا دلوقتي بننفذها فعلا، مرينا على كافه الكنايس وان احنا بنفعل دورها وان احنا بنوعي الضباط والافراد، واللي بنعمل كافة محاور أمنية ونعين أقوال أمنية لكافة الأماكن، ونلاقي برضه تجهيزات أمنية موجودة دلوقتي إن شاء الله متواجدة في منطقة حفظ الأرضية. بعض الملاحظات البسيطة ده بنتداركها، إن إحنا بنتقابل مع أفرادنا مع السادة الضباط مع القيادات المديرية، وبنفهمه إزاي يكون متواجد في الخدمة، إزاي يأمن المنشأة، إزاي يكون دوره فعال، إزاي بينفذ خطة التأمين اللي إحنا بنحطها له الجديدة ديت. وبرضه الفرد أو الضابط عنده حماس جامد جدا إن عايز يأدي رسالة، وإن إحنا هنضحي بالظبط. والله قابلني امبارح بقول انا عايز اضحي بحياتي عشان خاطر من اجل مصر طبعا، وكانت لفته كويسه جدا من سيد الظابط. الظباط بامانه حاسه ان دي بلدهم وان هيقدموا كل شيء غالي. ويمكن اقرب مثال قوي كانت مدينه امن اسكندريه، الظباط اللي ادت بارواحها عشان خاطر تفدي الاخوه المسيحيين، واللي منعوا انفجار جامد جدا هيك داخل. يعني الحمد لله الحمد لله، نقول للسادة الظباط دي احنا مش هننساهم ابدا، وانهم قدموا ارواحهم شهداء، واحنا فعلا حسينا مدى حب السادة الظباط لبلدهم ووطنهم، ان هو ضحى بروحه علشان خاطر ينقذ الاخوه المسيحيين او ينقذ مصر بالكامل من اي عمل ارهابي وعدائي. واحنا برضه بنطالب بالولايات العربيه ان السادة الظباط كلهم عندهم حماس وعندهم نشاط وعندهم وعي سياسي وعندهم حب لبلدهم، ان يقدموا كل شيء غالي من اجل بلدهم.